جهاز الحرس البلدي أبو سليم بجولة تفتيشية على محلات بيع الفطائر بالبلدية. تم خلال الجولة ضبط العديد من المخالفات الصحية داخل المحلات، هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. أقيمت في كلية القانون جامعة غريان ورشة عمل بعنوان إعداد المشاريع والنشاطات داخل الجامعات. الورشة شارك فيها عدد من الطلبة والطالبات بمختلف الكليات بالجامعة تحت إشراف اتحاد طلبة ليبيا. انطلقت في بلدية كيكلا فعاليات مسابقة الرسم الفوري. المسابقة شارك فيها عدد من تلاميذ مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمختلف مدارس البلدية تحت إشراف مراقبة التعليم كيكلا. نظمت روضة أجيال تيمن هنت في بلدية وادي لبوانيس، نظمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأم والطفل. الاحتفالية تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والفقرات الفنية والفقرات الغنائية والموسيقية تحت إشراف منظمة الجنوب للسلام.